وإلى الأخبار المحلية، حيث دشن خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة صندوق دعم الرياضة المصرية في الحفل الذي أقيم صباح اليوم الأحد تحت رعاية شريف إسماعيل للرئيس مجلس الوزراء. ويسعى صندوق دعم الرياضة المصري لتحقيق أهدافه من خلال التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية المعنية لتوفير الدعم اللازم لرعاية الأبطال الرياضيين فنيا واجتماعيا وطبيا ونفسيا طوال فترة الإعداد للدورات الأولمبية والبطولات العالمية. وحضر من جانب النادي الأهلي رانيا علواني عضو مجلس إدارة الأهلي وعضو مجلس النواب المصري، ومحمد جمال الجرحي عضو مجلس إدارة النادي. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي. كريم، أهلا بيك، وريت عرفنا تفاصيل المؤتمر الخاص بصندوق دعم الرياضة المصرية. تحياتي ليك وتحياتي طبعا لكل الساده المشاهدين. النهارده كان مؤتمر رسمي للمؤتمر طبعا المصريه تحت رئيس البطوله. النهارده كانت مكتبه من الوزراء موسى الرياضه النهارده في المؤتمر مصطفى مدبولي وزير الاسكان، دكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اللواء محمد العطار وزير الدولي للانتاج الحربي، دكتورة رانيا المشروط وزيرة السياحة، مهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية. عدد كبير كان متواجد النهاردة بجانب طبعا رئيس صندوق الدعم المصري الدكتور محمد الأتريبي، هو أيضا رئيس بنك مصر. كان مؤتمر مميز، كانت في كلمات مميزة ودعم كبير جدا من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، اللي أعتقد أن الخطوة هذه ولا الصندوق هذا المميز أن هو بيدل على التوافر الكبير والتكاتف الكبير بين الدولة والمنظومة الرياضية وكل مؤسسات الدولة. الهدف هو طبعا زي ما احنا عارفين هذا الصندوق ان يكون في دعم كبير لكل الابطال الاولمبيين على كافة الالعاب، الالعاب الفردية، الالعاب الجماعية. خلال الفترات الماضية كان بيبقى في بعض الخطورة، بعض الامور الخاصة دي، عدم بناء بطل اولمبي مميز ان هو يحصل على ميدالية ذهبية في كل دورة بياخدها منتخبنا الوطني، لكن من هذا الصندوق اللي بدأ ب5 مليون جنيه كمرحلة أولى من خلال طبعا انطلاقة هذا الصندوق، اليوم عايزين يوصلوا بالصندوق ل 250 مليون ثم مليار جنيه خلال الفترات القادمة، وده اللي أكيد بنأمله من كل المساهمين في هذا الصندوق. الهدف هو أن يكون البطل الأولمبي يرفع على مصر على منصة التسويق ويحصل على سواء الميدالية الذهبية أو الفضية أو البرونزية، لكن لابد يكون إعداد مميز وما يكونش في أي تقصير. كمان أشادت الدكتورة سحر نصر طبعا وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وقالت إن احنا هنكون متواجدين مع الشباب وهنحاول ان احنا نستثمر وهنحاول ان احنا ندي كل الدعم للشباب، لان الشباب هم طبعا نبض الشارع، وطبعا الشباب الفتره القادمه بيأدوا اداء رائع سواء البرالمبي او كل الشباب اللي بتأدي مع منتخبنا الوطني. زي ما بنقول النهارده كان مؤتمر على اعلى مستوى مميز جدا، وبنتمنى الفتره الجايه ان شاء الله يكون في دعم اكبر واكبر ويكون في عدد كبير من المستثمرين في هذا الصندوق. كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، بنشكرك شكرا جزيلا. أكد حازم إمام عضو اتحاد الكرة أنه مع بقاء الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني في قيادة الفراعنة. وأضاف عضو مجلس الجبلية خلال تصريحاته أن اتحاد الكرة قرر استمرار كوبر عقب كأس العالم واستمرار تعاقده طالما هو ناجح مع الفريق. وتساءل إمام خلال تصريحاته لماذا تغير منظومة تعمل بطريقة جيدة وهو ما يفعله كوبر مع الفراعنة. أعلن محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة خوض المنتخب المصري لمباراة ودية في شهر مايو المقبل أمام منتخب بلجيكا، أما في النمسا أو بلجيكا، وأكد عضو مجلس الجبلية خوض مباراة ودية أمام منتخب بلجيكا في شهر مايو، وبات مؤكدا: ولكننا لم نستقر حتى الآن على الموعد النهائي لتلك المباراة. وأضاف قائلا: المنتخب سوف يخوض مباراة أخرى بعد ودية بلجيكا، ولكننا لم نستقر على طرف المباراة حتى الآن. قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين تأجيل مباراة الرجاء وبتروجيت في الدوري الممتاز لتقام السابع من مارس بدلا من السادس من الشهر ذاته. وستقام المباراة في الثالث عصر السابع من مارس المقبل على الملعب الفرعي لملعب برج العرب.